لا يستمر إذن مشاهدينا على كرم في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في ملتقى الأصايل على تحفة ميادين السباق ميدان المرموم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، لمتابعة هذا السباق في هذه الأمسية الرائعة، الأمسية الخاصة بفئة الإذاع لهجنة أصحاب السمو والشيوخ في مسان. نجدد به الترحيب بكل الحاضرين وبكل الشعارات وبكل من يتابعنا في الوطن العربي الكبير. نسير بحضراتكم مع ثالث الأشواط والخاص بالأبكار. في هذه اللحظة نسير إلى هملولة حيث تتقدم الصراع الأول. هنا هملولة لهجن الرياسة وبقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. الشاهينية تتسلل إلى مقدمة الشوط التابعة لهجن العاصفة، بينما في تضميرها وتدريبها يأتي المضمر غياث الهلالي. أنتقل للمركز الثالث حيث تتواجد متعبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يأتي في عملية التضمير سعيد بن عبيد الحميري. المركز الرابع انتقاله إلى احتلال، تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن دياب بن سيف النهيان. عملية التضمير والتدريب تعود لدى الصادق بن فضل الأمين، يأتي على المركز الرابع. المركز الخامس الشاهينية التابعة للعاصفة وهجنها، المضمر غياث الهلالي في المتابعة. المركز الخامس الآن وسادس المراكز وصلت الشاهينية الأخرى التابعة لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطر ممايد الخيالي. هذه النتيجة للمراكز الستة المتقدمة في هذه اللحظات التي تحمل المجموعة الأولى بعد اندفاعة هذا الشوط. هملولة تحتل المركز السابع لهجن الرياسة، كذلك المركز الثامن. هملولة تتواجد في ثامن المراكز لهجن الرياسة وبقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي، بينما في المركز التاسع هنا تتقدم في هذه اللحظات وتسير صدفة تحتل المركز التاسع لهجن الشيحانية، بينما في تضميرها سالم بن فاران المري. والمركز العاشر وصلت الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم غانم بالم في عملية التضمير والتدريب. ها هي النتيجة أيها الحفل الكريم للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لنطاق خدمة هذا الشوط لتسيير التحديات بهذه الأبكار، هذه النوعيات الأصيلة التي قدمت الكثير من إنجازاتها في مواسم السباق. لكن عودة إلى العاصفة، إلى المركز الأول. الشاهينية لهجن العاصفة تستثمر الدقائق والوقت والثواني لانتزاع الناموس لتحتل المرتبة الأولى. هجن العاصفة على الصدارة، تليها كذلك الشاهينية أيضا لهجن العاصفة في المركزين الأول والثاني وقيادة المضمر غياث الهلالي. انتقل للمركز الثالث لأتابع هملولة من تحتل المركز الثالث. تعود الملكية لهجن الرياسة ويأتي في عملية التضمير هنا علي بن جميل الوهيبي. المركز الرابع وصلت مشاهدي الأعزاء احتلال لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين يتقدم نحو المركز الرابع، بينما الشاهينية تحتل المركز الخامس لهجن الرياسة هنا مع المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، تتواجد لتتقدم من خلال هذا المسار. وكذلك المركز السادس هذه اللي وصلت واحتلت المركز السادس متعبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري، يتقدم إلى هذا الموقع. المركز السابع والسابع هملولة لهجن الرياسة بقيادة علي بن جميل الوهيبي. المركز الثامن وصلت الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة غانم بن سعيد بن سالم. والشاهينية وهملولة تحتل المركز التاسع لهجن الرياسة مع المضمر علي بن جميل الوهيبي. والمركز العاشر هملولة أيضا هنا لهجنة الرياسة وبقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. هذه هي النتيجة أو العاصفة للشاهينية لهجنة العاصفة وبقيادة غياث الهلالي. هذه العشر الأسماء المنطلقة الحاضرة مع هذا الحضور المتنافسة مع هذه التحديات.
أعود إلى المقدمة وإلى الصدارة، المركز الأول، الصدارة شاهينية لهجن العاصفة حتى هذه اللحظات من وصول هذه اللحظة الشاهينية لهجن العاصفة، لهجن العاصفة مسيطرة على المركز الأول على ناموس هذا الشوط، كذلك الشاهينية للعاصفة وهجنها تتقدم إلى المركز الثاني من خلال هذا المسار وهذه التحديات بقيادة غياث الهلالي، بينما هملول قادمة لهجن الرئاسة مع المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي يقدم هذا الاسم وهذا العنوان، بينما في المركز الرابع هذه اللي وصلت احتلال لسمو الشيخ محمد بن دياب بن سيف آل نهيان، كذلك نرحب بسموه لسمو الشيخ دياب بن سيف بن محمد آل نهيان الحاضر في انطلاقات هذا المساء. وهنا يأتي المضمر، مضمر احتلال الصادق بن فضل الأمين الشاهينية لهجن الرئاسة مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يتقدم إلى هذا الموقع، هملولة في المركز السادس لهجن الرئاسة، ولكن عودة إلى الصراع، عودة إلى البداية هنا لهجن العاصفة من خلال تواجد هذه الأسماء، عاصفية عاصفية مع وجود الشاهينية والشاهينية على المراكز الأولى، مسيطرات سيطرة واضحة وتامة بعد نهاية الشوط الأول للعاصفة، كذلك الشوط الثاني للعاصفة، هنا يسير هذا المسار بالجدي والاجتهاد للعاصفة وهجنها. المركز الثالث وصلت هملولة لهجن الرئاسة مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، 1200 تجاوزناها واللي تبقى أقل من ذلك على خط النهاية، والكل يريد الانتصار في مشاركات الصغار هنا على أرضية الميدان. العاصفة مسيطرة، العاصفة مسيطرة بوجود الشاهينية والشاهينية، المركز الثالث والرابع هملولة، وهملولة لهجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. هكذا النتيجة، هكذا المسار، هكذا الحوار الثنائي بين هذه المؤسسات العملاقة العملاقة، ولكن هجن العاصفة المسيطرة، هجن العاصفة المتمكنة حتى اللحظة بقيادة هذا الشوط. دائما في كل المشاركات تجد شعار العاصفة وهجنها يهيمن على قوة الأشواط، يهيمن على الأشواط الأساسية. هذه المسيطرة الشاهينية، الشاهينية تقود هذا المسار بكل ثقل وبكل قوة وبكل عنوان من عناوين التنافس والتحدي. إذا انتهينا والناموس للمرة الثالثة، للمرة الثالثة في هذا المساء لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. هذه الشاهينية، هذه الشاهينية تخطو خطوات الانتصار، خطوات الثبات، خطوات الناموس. ما شاء الله تبارك الله، بدون أي تعليمات هنا تتخطى الجميع إلى خط النهاية بالفوز والناموس والانتصار، انتصار، تحقيق الانتصار مشاهدينا الكرام بلا شك يأتي من مجهودات المضمر غياث الهلالي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني ايضا الشاهينيه لهجن العاصفه، المركز الثالث هملوله لهجن الرئاسه، المركز الرابع الشاهينيه لهجن الرئاسه، المركز الخامس الشاهينيه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. هكذا كانت النتيجه، هكذا هو السيناريو هذا الشوط من خلال التحدي والتنافس بمنافسات هذه الشعارات العملاقة. نتابع مع حضراتكم لحظات الوصول والتوقيت الزمني هنا بتسع دقائق 15 ثانية، جزء واحد من الثانية هي الشاهينية لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني حضور أيضا الشاهينية لهجن العاصفة، قطعت المسافة 9 دقائق و 18 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، والثانية لغياث الهلالي، بينما هملولة حلت في المركز الثالث لهجن الرئاسة من خلال تواجدها وانطلاقها هنا وتفاعلها مع انطلاقة هذا الشوط. 9 دقائق 18 ثانية و7 من الأجزاء من الثانية وبقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي.